اتفقنا احنا بعض الجمعيات اننا باش نخرجوا نديروا واحد حمله تحسيسيه بهذا الارتفاع المهول اللي كنشوفوا في التلفزيون وكنشوفوا في لي راديو اللي كنسمعوا في لي راديو. انا قلنا نخرجوا نديروا واحد الحمله تحسيسيه ونديروا واحد البرنامج اللي يكون مسطر مع السلطات مع الناس المعنيه انهم باش يواكبونا ونديروا واحد الحمله تحسيسيه في المستوى. كما كتعرفوا اليوم خرجنا في تراب عين سبع، بدينا من لاكار وغادي كنكملوا غدا نهار الاثنين ان شاء الله غادي نديروا الحي المحمدي، ثلاث غادي نديروا روشنوار. حنا كنسكنوا في هذا التراب ديال عامات عين سبع المحمدي، ما مكرهناش ان يكون العدد قل، ما كرهناش زيرو حاله، ولكن ما شاء الله فعل. الاكراهات شنو نقول لك، الاكراهات اكثريه الشباب، الشباب كيقول لك ما كاينش هذا الوباء، ولكن كنحاولوا ان نحسسهم بان المستشفى عندنا محمد الخامس انه عامر، حيت هما ما كيشوفوش، كيشوفوا شي حاجة كيكون في القهوة مقابل الفيسبوك مقابل السوشيال ميديا، ما كيعرفش بأن كاين الخطر وخطر كبير وكثير. يعني محمد الخامس دابا عامر، ما لاقينش الناس فين يجلسوا، وكنخرجوا باش نحسسهم بالمساعدات البسيطة أننا نقول لهم فوالا الوعي، نوعيهم بأن المرض راه كاين، وأن والدينا راه مراض، عائلتنا مراض، جيراننا وصحابنا راه مراض، راه جالسين في السبيطارات ما لقيش اللي يساعدوهم. علاش لا نخرجوا ونتعاونوا مع بعضياتنا ونديروا البافيت، نديروا الأنتي باكتيري، ونتعاونوا مع بعضياتنا ونحضروا باش نتعاونوا جميع بتراب العمالة، وتكون العمالة الأولى إن شاء الله اللي تكون فيها زيرو حالة إن شاء الله. الحمد لله، هذه حملة تحسيسية للساكنة ديال عمالة عين سبع الحي المحمدي. اليوم الحمد لله بدينا انطلاقة من عين سبع، كنحسوا الناس بهذا المرض الخطير اللي غادي كيتزاد. الناس خصها تخاف على راسها وعلى العائلات ديالها، خص ينقصوا الناس من التجمعات العائلية، ياخذوا الاحتياطات ديالهم، الكمامة ضرورية، حتى اللي ما عندوش تعقيم فين ما يدخل يغسل يديه بالصابون، والله يحفظ الجميع. كنشكروا السلطات المحلية، كنشكروا الناس ديال الصحة، الناس ديال الهلال الأحمر والصحفيين كذلك. كنتوا معنا، كاينين أذان صاغية لهذا المرض، الناس كتخاف، الناس كدير التعقيم، كدير البافيت، غير هي ما كيواكبوش بها. كنتمنى الجميع يواكب بها، الجميع ياخذ الاحتياطات ديالو وما يخرجش بلا بافيت.